التقنية وتطبيقاتها جذبت عشرات الآلاف إلى لاس فيغاس، فمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES انطلق والعيون شاخصة نحو جديد التقنية في العالم. فهذه الدراجة الكهربائية بتقنية انتل تتحول إلى روبوت يمكنه المساعدة ببعض الأعمال المنزلية أو المكتبية. هذا روبوت ودراجة كهربائية ذاتية التوازن في الوقت نفسه، وهو مزود بتقنية ريل سينس وكاميرا ثلاثية الأبعاد ومعالج آتوم. ما يهم أن الروبوت مفتوح المصدر وبإمكان أي كان تطوير تطبيقات خاصة فيه. في جناح سامسونج حازت الثلاجة الذكية على اهتمام الكثيرين، ثلاجة يمكن التفاعل معها بالأوامر الصوتية ومعرفة ما ينقص من مأكولات ومشروبات بسهولة. وفي إطار إنترنت الأشياء برز تعاون سامسونج مع شركة BMW، فقد بات ممكنا ربط سيارات الشركة الألمانية مع المنزل الذكي. قمنا بموائمة تطبيقات إنترنت الأشياء كي تعمل على سيارات BMW، بحيث يمكن من خلال ربط الهاتف بالسيارة متابعة كل ما يجري في المنزل الذكي، وحتى التحكم ببعض الأمور مثل جهاز الأنذار أو كاميرات المراقبة وغيرها. ويستمر معرض CES حتى 9 يناير، حيث من المتوقع أن يزوره أكثر من 150,000 شخص. أكثر من 20,000 منتج يعرض ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية هذا العام، منتجات تطال مختلف جوانب الحياة اليومية للفرد لتجعلها أكثر سهولة وتفاعلية. محمد عنتر، سكاي نيوز عربية، لاس فيغاس.